بيقول عبد الرحمن الرافعي إن في 3 قوى تجاهلت الإرادة الشعبية أو الإرادة القومية في تنازعها للسلطة في مصر، لكن راجل واحد بس هو اللي أدرك مدى تأثير العامل ده. الراجل ده هو محمد علي أو محمد علي باشا، قائد الكتيبة الألبانية في الجيش العثماني في مصر. وفي يوليو 1905 وصل محمد علي بإرادة القوى الشعبية دي لمنصب الوالي، وتم إصدار فرمان من الباب العالي بتوليته على مصر. موضوع حلقتنا النهاردة هيكون عن الخلاف ما بين محمد علي والمماليك، فركز معايا ويلا بينا. الحملة الفرنسية رحلت عن مصر بعد بدايتها بحوالي 3 سنين وشهرين، وتنازع على السلطة وقتها 3 قوى مصالحهم مختلفة، لكنهم اتحدوا قبل كده على محاربة الفرنسيين. لكن بعدها انشغلت كل قوة من دي على تحقيق أطماعها في وادي النيل. القوة الأولى هي الدولة العثمانية نفسها، واللي فتحت مصر قبل حوالي 3 قرون، وكانت عايزة مصر تفضل واحدة من ولايات السلطنة العثمانية. القوة الثانية هي انجلترا أو المملكة المتحدة، ودي اللي كانت بتطمع في احتلال المواقع المهمة على الشواطئ المصرية، سواء البحر الأحمر أو البحر المتوسط، وده طبعا عشان تضمن لنفسها السيادة البحرية في طريقها للهند. أما القوة أو الحركة الثالثة هم المماليك، ودول اللي سبق ليهم حكم مصر قبل الفتح العثماني، وطبعا كانوا قوة لا يستهان بيها قبل الفتح العثماني نفسه. محمد علي عشان يثبت دعائم حكمه في مصر قام بمجهودات جبارة، أهمها التصدي للحملة الإنجليزية بقيادة الجنرال فريزر أو ما يعرف بحملة فريزر، ودي طبعا كانت لمناصرة أعداء المماليك سنة 1807. وقتها أصدر السلطان العثماني نفسه فرمان أو زي رسالة بيشكر فيها محمد علي على مجهوداته في صد حملة فريزر. الخطوة التانية كانت مهمة جدا، وهي التخلص من الزعامة الشعبية، وده عن طريق إن هو يقرب جزء منهم وينفي الجزء التاني، وكان على رأسهم السيد عمر مكرم اللي اتنفى سنة 1809. وبعدها كانت الخطوة الحاسمة، وهي التخلص من المماليك نفسهم، وده اللي حصل في مذبحة القلعة سنة 1911. محمد علي باشا المولود في 4 مارس سنة 1969 على حد بعض المصادر التاريخية هو قائد عسكري ألباني في الجيش العثماني. بعد سنين من تعيين والي على مصر أعلن نفسه خديوي لمصر والسودان، وأعلن استقلاله بيهم على الدولة العثمانية. تاريخيا يعتبر محمد علي مؤسس مصر الحديثة، حكمها من سنة 1805 لسنة 1848. بداية حكمه كانت مرحلة حرجة في تاريخ مصر بالقرن 19، بحيث انه نقل مصر من دولة كان فيها مشاكل لدولة ليها قوة يعتد بيها. المماليك في الوقت ده كان عددهم حوالي 2500 من المقاتلة على حسب اللي قدره الميسيو منجان. محمد علي بدأ سنة 1807 ان هو يستميل بعض القادة ليهم. بداية راح لواحد اسمه شاهين بيك الألفي، وقرر ان هو يسكنه في الجيزة ويكون ليه إيراد الفيوم، إضافة لإيراد 30 قرية في إقليم بهنسة، وطبعا غير إيراد 10 قرى من الجيزة نفسها. وطبعا علشان ليه كل ده فأكيد ليه كل الحرية في التصرف فيها، غير ان بعد كده ضم له كشوفية البحيرة بتمامها لحد اسكندرية. شاهين بيك طبعا وافق على الاتفاق ده، ووصل القاهرة وقابل محمد علي. وطبعا مقابل كل ده بدأ شاهين بيك سنة 1808 ان هو يبعت للمماليك الموجودين في الصعيد، بيحاول ان هو يجذبهم ليه ويجذبهم للوالي محمد علي علشان يعلنوا الولاء ليه. دعوة شاهين بيك دي كانت ليها الأثر الكبير في كسر حدة المماليك، وبالتالي هدت شوية حركة القتل في الصعيد، وهدأت الحالة يعني إلى حد ما هدوء نسبي. سبب الهدوء ده بيرجع لضعف المماليك نفسهم، وزقية ان انا استميل واحد من زعماء المماليك نفسهم ويكون مع الوالي محمد علي، بدأ ان هو يقسم صفوفه، وفعليا الزعماء التانيين بدأ ان هو يتسرب لهم اليأس، ده غير طبعا ضعف الزعماء الكبار نفسهم اللي موجودين. على سبيل المثال واحد من زعماء المماليك اسمه ابراهيم بيك الكبير، في الوقت ده اضعفته شيخوخه جدا وكان بيميل اكتر للراحه، وعثمان بيك حسن كان يعتبر يعني في نفس سنه، وبالتالي المماليك اللي احنا قدرنا عددهم حوالي 2500 اتنين زعماء الكبار بتوعهم الى حد ما كبار جدا في السن ومش قادرين على الحياه السياسيه. الاتنين دول ابراهيم بيك الكبير وعثمان بيك حسن يعتبروا من اكبر زعماء المماليك، ودول اللي معترف ليهم بالزعامه بعد موت الالفي والبرديسي، ودول كانوا من كبار زعماء المماليك. لكن على الرغم من حالة الضعف واليأس دي فضلوا على عهدهم بكره محمد علي وعدم الثقة فيه تجاه المماليك. محمد علي نفسه كان عارف نفسية الاتنين الزعماء دول ليه، وعارف ان التجارب اللي ما بينهم خلتهم ما يطمنوش ليه ولا يثقوا فيه ابدا، وبالتالي قرر ان هو يتخطى الاتنين دول، وصرف مساعيه كلها ومجهوداته عشان يستميل صغار البكوات او صغار المماليك واتباعهم. استغل فرصة الهدوء النسبي اللي حصلت ليهم، وبدأ يرسل ليهم وفود علشان تدعوهم للإذعان بالطاعة ليه، وانتهى بالوسيلة دي ان هو يقسم صفوف المماليك كلها ويجتذب ليه مجموعة من المماليك اللي في الصعيد للقاهرة. لما مات شاهين بيك المرادي خليفة الألف سنة 1808، حاول محمد علي انه يظهر سلطته وان هو ولي الأمر على المماليك، فقرر ان هو يعين سليم بيك على المماليك المرادية نفسهم، وعين علي مرزوق بيك ابن إبراهيم الكبير اللي اتكلمنا عنه حاكم لجرجا، وبالتالي حط المماليك بالتعيين المزدوج ده تحت الأمر الواقع.
في الوقت ده جمع ما بين حاجتين، أول حاجة إن هو أعلن سيطرته على المماليك، والحاجة التانية إنه استمال إبراهيم بيك نفسه زعيم المماليك الكبير إن هو عين ابنه حاكم لجرجة، بالتالي هيستميله هو كمان. المماليك نفسهم ما كانوش متعودين أبداً إن يتحكم فيهم حد من الولاة الأتراك اللي كانوا موجودين قبل كده، أو حتى إنهم يتدخلوا في الشؤون الداخلية ليهم زي ما حصل لمحمد علي. طبعاً كانوا محتفظين جداً باستقلالهم في اختيار الزعماء بتوعهم، والصعيد كله كان تحت تصرفهم المطلق. بالتالي اجتمع رؤساء المماليك وتشاوروا في موقفهم من التدخل ده، لكن استقر موقفهم ان هم يقبلوا الامر الواقع اللي حصل، لكن ما دفعوش الاموال الاميريه اللي كانت مفروضه على البلاد اللي تحت سطوتهم، سواء بقى فلوس او غله. بالتالي الموضوع ده اثار غضب محمد علي جدا، واللي بالفعل ارسل ليهم ان هم لو ما دفعوش الفلوس دي هيرسل ليهم حمله عسكريه كامله. في الوقت ده شاهين بيك الالفي قرر ان هو يتدخل، يعني يكون وسيط ما بين المماليك وما بين محمد علي، وفعلا اتفقوا ان هم يدفعوا التلت اللي عليهم من غلال الحكومه، لكن المماليك نقضوا الاتفاق ده وما دفعوش. وفي اواخر 1809 قرر محمد علي ان هو فعلا يبعت حمله عسكريه وينفذ الوعد اللي هو وعدهم بيه، وكمان عشان يستخلص الصعيد بقى كله منهم. لكن بقى المماليك نفسهم ما فكروش ابدا في مقاومه الحمله العسكريه، قرروا ان هم ينسحبوا للجبال الموجوده حوالين جرجه واسيوط. بعد الانسحاب الكبير ده محمد علي شاف فرصه كبيره جدا ان هو يتولى السيطره على ابلي كله، وفي شهر اكتوبر من نفس السنه قرر محمد علي نفسه ان هو يتحرك على راس الجيش بحوالي 1000 مقاتل توجه للصعيد. لكن قبل ما يوصل اسيوط المماليك طلبوا الصلح، لكن محمد علي اشترط عليهم ان هم يسيبوا وجه ابلي كله وتكون اقامتهم في العاصمه، ده غير ان هو هيديهم بعض الجهات عشان يستغلوها ويدفعوا ثمنها ويدفعوا منها الضرائب. الشروط دي كلها لو دلت على حاجه فهي بتدل على مدى الضعف اللي وصل ليه المماليك. شروطهم قبل كده كانوا ان هم اصلا يتولوا حكم الصعيد في مقابل ان هم يدفعوا الضرائب، لكن دلوقتي حصل العكس تماما. اما الشروط الاخيره اللي شرطها محمد علي كانت ان هم اصلا يسيبوا الحكم كامل في وجه ابلي ويكونوا تحت سيطرته وحكمه في القاهره. الاتفاق ده تم في اواخر 1809 في اسيوط، وقتها المماليك طلبوا مهله حوالي 30 يوم عشان يرتبوا فيها مصالحهم، وبالتالي قبل محمد علي بالمهله دي ورجع بالجيش اللي هو كان على راسه للقاهره. بعد المهله دي ما خلصت المماليك فعليا ما نفذوش اللي اتفقوا عليه، وطلبوا مهلة تانية من محمد علي اللي وافق عليها، ولما ما نفذوش برضه في المدة التانية محمد علي بعت لهم ان هم لو ما اتحركوش فعليا من الصعيد ونفذوا الاتفاق اللي تم ما بينهم هيتحرك المرة دي ولكن بجدية كبيرة للصعيد علشان يعمل اللي كان هيعمله قبل كده. لكن المرة دي وتحت التهديد ده بدأ المماليك فعليا بتنفيذ الاتفاق وبدأوا ان هم يرتحلوا للعاصمة. بدأ إبراهيم بيك والمماليك اللي معاه في ان هم يتحركوا للقاهرة بداية من مايو سنة 1810، ولما كان قريب من الجيزة عسكر بالبر الغربي ونصب خيامه على رمية المدفع من الجيزة، ومن المكان ده ترددت بقى الرسل أو رسالات ما بين محمد علي وما بين إبراهيم بيك. محمد علي كان مقيم في القصر بتاعه في شبرا، وتكررت مقابلات الرسل دي كتير جدا، وده علشان زي ما قلنا ان إبراهيم بيك كانت ثقته قليلة جدا في مقاصد محمد علي، غير ان محمد علي نفسه ما كانش عايز من المفاوضات دي غير ان هو يكسب وقت اكتر علشان يقدر ان هو يضعف شوكة المماليك ويذلهم. ابراهيم بيك نفسه كان مستاء جدا من المعامله اللي اتعمل بيها، يعني ما تمش ضرب المدفع لحضوره زي ما كان متوقع، ده غير ان محمد علي نفسه سابه في الجيزه بدون اي اهتمام. وبسبب اللي حصل ده قرر ابراهيم بيك انه يرجع مره تانية للصعيد، لكن برجوعه ده فهو بيهد اي اتفاق ما بينه وبين محمد علي، وفعلا بيتجدد الخصام ما بين محمد علي وما بين المماليك اللي تحت قياده ابراهيم بيك. ابراهيم بيك نفسه بعد رجوعه قدر ان هو يقنع شاهين بيك ان هو ينقض الاتفاق مع محمد علي وينضم ليه، وقرروا ان هما يرحلوا عن القاهره لمكان يتحدوا فيه هما الاثنين، وقرر يقنع المماليك اتباعه ان هما يرتحلوا من القاهره للمكان اللي يتحد فيه مع ابراهيم بيك، ومن هنا رجع الاتحاد تاني للمماليك. وطبعا مين اللي هيتضايق؟ محمد علي. محمد علي استاء جدا من اللي حصل ده وقرر فعلا ان هو يقوم جيش وقرر ان هو يحاربهم مره تانيه. اتجدد القتال مره تانيه وزحف الجيش للصعيد، والمره دي انتصر على المماليك في البهنسه، وقدر جيش محمد علي ان هو يستولي على اقليم الفيوم كله، وقرر زعماء المماليك وقتها ان هم ينتقلوا لاسوان، لكن شاهين بيك نفسه رجع يطلب العفو من محمد علي. محمد علي وقتها عفى عنه وقرر ان هو يرجعه يعيش مره تانيه في القاهره. بعد الحركه اللي شاهين بيك دي عملها بدا كتير من البكوات ومن زعماء المماليك ان هم يبداوا ان هم يطلبوا الامان من محمد علي، وبالتالي محمد علي عفى عنهم وامنهم على نفسهم واذن ليهم ان هم يرجعوا يعيشوا مره تانيه في العاصمه. بعد اللي حصل ده كله أخضع محمد علي الصعيد كامل تحت سيطرته، وبقى فعلا ليه سيطرة على مصر كلها، وزي ما قلنا المماليك كلهم رجعوا مرة تانية للقاهرة، لكن المرة دي توجههم كامل ما كانش للسياسة، كان يعني خلاص كفاية سياسة واحنا بقى عايزين نرفع على نفسنا، ده غير ان محمد علي نفسه بدأ يصرف عليهم من خزانة الحكومة،
وبالتالي خلاهم يحبوا جدا ان هم يعيشوا في القاهرة وينسوا بقى موضوع الصعيد ده خالص، وبدأوا في ترتيب عيشتهم الجديدة وتأسيس البيت وتجميله والديكورات بأفخر أنواع الأثاث والموبيليا، وكانوا فاكرين ان هم ارتاحوا خلاص من أهوال الحرب والسياسة والمشاكل اللي كانت ما بينهم وبين محمد علي، وكانوا فاكرين ان هم يعني مقبلين على حياة كلها رفاهية ورغد زي ما بيقولوا، ما كانوش مدركين أبدا للنهاية اللي القدر كان مخبيها ليهم. محمد علي باشا نفسه كان متخوف من بقاء المماليك في القاهرة، خصوصا علشان لما قرر ارسال حمله عسكريه على الحجاز عشان محاربه الوهابيه، ده كان بامر من الستانه. كان خايف ان المماليك ينتهزوا فرصه عدم وجود الجيش في مصر، وبالتالي في الوقت ده قوته الحربيه هتكون ضعيفه جدا، فيمكن يفكروا ان هم يرجعوا تاني لمواجهته ويمكن كمان ياخدوا السلطه منه. فقرر ان الوسيله الوحيده اللي تخليه يمكن من سلطته ونفوذه وانفراده بحكم مصر هي القضاء على المماليك اللي كانت موجوده في القاهره. ومن هنا بدات تدور في دماغه فكره المؤامره المعروفه باغتيالهم باسم مذبحه القلعه. خلينا نقول ان النزاع الكبير ما بين المماليك وما بين محمد علي ان المماليك كانوا شايفين ان التسلط على البلد نفسها ان هي كانت ملكهم وكانوا وارثينها عن اسلافهم، وبالتالي مش من حق اي ولي اجنبي ان هو يفرض سيادته على البلد، مع ان المصريين نفسهم كانوا بيعتبروا ان المماليك دول اصلا ناس غريبه مش مصريين. لكن ما نقدرش ننكر ان مصر كانت وطنهم الدائم لفتره طويله، يعني ان كتير فعليا من اسلافهم وصلوا مصر من سنين طويله. اما اللي كان بينازعهم في السلطه فهو الوالي نفسه، بالتالي منطقيا يعني الوالي هو اللي كان غريب عنها مش هم، وبالتالي زي ما بيقولوا وقتها ان الوطني هو الاحق بالحكم على الغريب، يعني زي ما نقول شعورهم ان هم على حق كان الى حد ما بيقوي شويه روحهم المعنويه، وده طبعا غير تفوقهم على الاتراك نفسهم في القتال. المماليك فعليا كانوا من اشد المقاتلين بأسا في الحروب، ده غير طبعا خبرتهم الكبيره في البلد نفسها وفي اهلها. جزئيه ان معظم مواردها الماديه في ايدين المماليك كان بيديهم قوه ماديه اضافه للقوه المعنويه. اما بقى اسباب ضعف المماليك في الفتره دي كانت اهمها المحاربه الداخليه او التزاحم ما بينهم في الاستئثار بالحكم، غير طبعا نفور الشعب المصري منهم، وده بيرجع لتناقص عدد المماليك زي ما ذكرنا احنا كان عددهم حوالي 2500. سبب العدد ده ان هم خسروا معظم رجالهم في مواجهه الفرنسيين. لكن لو جينا اتكلمنا على الوالي نفسه فطبعا رجال الوالي كانوا اكتر بكتير من رجال المماليك، لكن نرجع نقول ان هم كانوا مفتقدين جدا لجزئيه الاخلاص للوالي، ده غير جزئيه تانية وهي اختلاف النزعات في الجيش نفسه، يعني زي ما نقول دلوقتي جنسيات مختلفه، فالجيش نفسه كان فيه عناصر مختلفه زي الانكشاريين او الانكشاريه والترك والالبان او الالبانيين، لكن الجنود دول ما كانش ليهم اي رادع، ما كانش فيه اي حد يوقفهم عن حدهم، وكانوا في نظر الاهالي هم والمماليك واحد فما فيش فرق. مع المشاكل الكتيره اللي الفريقين دول عملوهم مع بعض، لكنهم كانوا مفتقرين جدا لاي شعور تجاه البلد نفسها، ما كانش عندهم اي مشكله وعدم مبالاه بسخط الاهالي عليهم، ما كانتش الحكومه في عرفهم غير الطريقه علشان يبتزوا الناس بالاموال. اما بقى رجال الدوله العثمانيه نفسها على الرغم من ارتياحهم لانتصار محمد علي على الانجليز ودول اللي حاولوا الاعتداء على بلاد عثمانيه، لكنهم كانوا بيراقبوا جدا وكان عندهم خوف وحذر من انتشار وعلو صيت محمد علي. في الوقت ده كان في انتشار كبير للدعوه الوهابيه في الجزيره العربيه وبلاد العرب، واللي تحول اصحابها واتباعها لجيش كبير جدا، وبدا الجيش ده بالفعل ان هو يغزو الحجاز واستولى على مكه المكرمه والمدينه المنوره، وده طبعا كان صدمه كبيره للعالم الاسلامي وقتها، ده غير ان الجنود العثمانيين نفسهم ما قدروش يصدوا هجمات الجيش ده، لدرجه ان هجماتهم بالفعل امتدت للعراق وسوريا. في الوقت ده الحكومه العثمانيه نفسها انتدبت محمد علي علشان يواجه جيش الوهابيه. المغزى من الانتداب ده كان بمعنى اصح او يعني كان مغزاه تشريفه بان هو ظاهريا بيدافع عن مكه المكرمه والمدينه المنوره. لكن في الحقيقه هم كانوا فعلا محتاجين حد يصد الهجمات الوهابيه دي، وخصوصا زي ما قلنا ان جنود الجيش العثماني نفسهم ما كانوش قادرين عليهم. ده غير ان الحكومه العثمانيه كانت بتامل ان المصادمه ما بين محمد علي وما بين الوهابيه توقعوا في ورطه، او يمكن اللي يحصل ان هما الاثنين يقعوا على بعض، ولكن اللي حصل العكس، انتدابه للمهمه دي ونجاحه فيها رفعت مكانه محمد علي جدا في انظار العالم الاسلامي كله. وقتها بدا محمد علي باشا في تجهيز الجنود واعداد وسائل النقل للحجاز عن طريق البحر، ودي كانت اول حركه صناعيه كبيره قام بيها، وده عن طريق ان هو جمع المواد والصناع من جميع انحاء القطر المصري، وقرر ان هو يأسس المصنع في بولاق اللي كان بيتم فيه التجهيز، وبعد كده بيتم نقل اجزاء السفن دي للسويس اللي بيتم تجميعها هناك. لكن لما بدأ ان هو يقرب خلاص ان هو يبعت الحملة الحجازية دي، شاف ان الحكمة ان هو يطهر البلد نفسها الاول من المماليك اللي كانوا على خلاف معاه واللي فعلا ممكن يعملوا له مشكلة، وبالتالي بدأ يعمل نفس الحركة ان هو يقرب كبار المماليك منه. لكن على الجانب التاني وهو بيجهز الحملة الحجازية دي بدأ المماليك نفسهم ان هم يتأمروا عليه،
وبالفعل محمد علي نفسه عرف المؤامرات دي، ولكن إلى حد ما أجل الموضوع شوية. أول مارس 1911 هو اليوم اللي اختاره محمد علي لعقد لواء الحملة الحجازية، وده اللي اختاره في قلعة الجبل لابنه طوسن باشا. دعا للحفلة دي كبار حكومته وأمراء المماليك، وبعد الحفلة ما خلصت قرر المماليك إن هم يركبوا الخيول بتاعتهم ويخرجوا بره القلعة، ولكن كانت المفاجأة الكبيرة أبواب القلعة مقفولة، وبدأوا فعلا جنود الوالي ان هم ينهالوا عليهم بالرصاص والسيوف، وبالتالي كل اللي حضر الحفلة دي اتقتل ومفيش اي حد قدر ان هو يهرب من الموت. يقال ان بعض المماليك قدروا ان هم يهربوا عن طريق ان هم ينطوا من فوق سور القلعة، وفي منهم اللي قدر يهرب للصعيد مرة تانية، ومن بينهم ابراهيم بيك نفسه اللي قدر يهرب للسودان، لكن رجع مرة تانية بعد 3 سنين، ولكن شكله ما اتعلمش من اللي حصل واتقتل بخدعة مشابهة جدا لمذبحة القلعة. لكن بالفعل اليوم ده كان هو القضاء الأخير على قوة المماليك في مصر، وما فضلش في البلاد من العناصر اللي كانت متعودة على الكيد للولاية غير طوائف صغيرة جدا، وفي النهاية قدر محمد علي يأسس أسرة قوية جدا قدرت تحكم مصر، الأسرة اللي مرت بـ4 مراحل خلال فترة حكمها لمصر، واللي امتدت لأكثر من 150 سنة، بداية من ولاية عثمانية لخديوية عثمانية، مرورا بسلطنة مستقلة وأخيرا مملكة. اتعرفت مصر وقتها بأنها أم الدنيا، وازدهرت فيها كل انواع العلوم والادب والثقافه، وكانت اعظم ممالك الشرق. كده نكون خلصنا حلقه النهارده، ممكن في حلقه تانية نبقى نتكلم باستفاضه اكتر عن المشاكل اللي كانت ما بين المماليك وما بين محمد علي، وكمان هيبقى في حلقات تانية عن الاسره العلويه والاسره اللي اسسها محمد علي باشا في مصر. متنساش تعمل لايك وفولو على فيسبوك وانستجرام، ولو انت على يوتيوب متنساش تعمل سبسكرايب. سلام.